السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله تفريز التوم بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة، وان شاء الله تعجبكم قوي. التوم ابيض زي الفل لاخر السنة، وما شاء الله عليه بيقعد فعلا من السنة للسنة زي الفل وجميل وبطريقة حلوة. في مكون بحطه بيخليه ابيض شاهق وجميل، والطريقه حلوه قوي. وهعمل معاكم كمان الخلطه بتاعه التتبيله بتاعه السمك بتاعه البتنجان، هنستفاد منه، مش هنخلي فيه فتفوته هنرميها، كل حاجه هنستفيد منها. همسك قدامكم التوميه زي ما انتم شايفين كده، بقطع الراس بتاعتها من فوق وامسكها، اقطع العروش الخضراء اللي تحت دي وارميها، واخد العود الاخضر ده بس لازم افتحه اقشره كده لان هو بقاله كام يوم عندي فدبل شويه، بقشر الطبقه اللي من بره وبقطعه كده. اخد العود الاخضر ده بس لازم افتحه نصين عشان ساعات بيبقى فيه عمود كده طويل ناشف يكسر الكبة، فخلي بالك منه، لازم تفتحيه وتطلعي العمود الناشف ده. بصي ناشف ازاي، تطلعيه عشان ما يكسر لكيش الكبة، مش اكتر من كده. وبناخد الحاجات الايه العمود ده الطري، لكن الناشف انا برميه عشان ما يكسرش معانا. لكن بص الحته تحت دي طريه خالص، لما نلاقي واحده ناشفه لازم نطلع العمود الناشف اللي جوه ده لا يكسر الكبه معانا. وبحط جايبه 3 اطباق معايا اهو، واحد للاخضر اللي انا هحط فيه اللي هو خلطه بتاع ده السمك وتتبيله البتنجان وتتبيله الطماطم والحاجات دي، وواحد للفصوص وواحد للاوراق. يبقى طبق للاخضر اللي انا هعمل بيه تتبيله السمك والبتنجان، وواحد للفصوص بتاعه التوم، وفي طبق تاني باخد منه الورق اللي ايه الخفيف. بصي الورقه الخفيفه دي بحطها في طبق لاني هطحنه بعد كده، وهعمل معاكم التوم الايه التوم الباودر، مش هنجيبه من بره. شمي ريحته وشمي اللي بتجيبيه من بره، اللي بتجيبيه من بره ما بتعرفيش والله ده توم ولا بصل، ما فيش ريحه ليه، لكن ده الريحة قوية جدا 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 بجد بجد بجد، حاجة كده يعني من فاخر من الاخر. طيب ريحته ما شاء الله باينة جدا 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 ان ده توم، في ريحة ومفيد جدا. بقى انتوا عارفين فايدة التوم، فالورق ده مفيد والعروش مفيدة والفصوص مفيدة، مش هنسيبها. هنمسك التومية مش هسيب منها حاجة ولا هرمي منها غير حاجات بسيطة قوي. وكمان اللي عنده حاجات ممكن يأكلهم الأخضر ده يقطعه لهم مثلا يعني عصافير، حمام، فراخ. الناس اللي بتربي فراخ تحط العروش الخضراء دي مفيدة جدا للفراخ والطيور والحاجات دي. التوم مضاد حيوي قوي، فهتستفيدي منه مش هترمي منه أشياء ولا حاجة خالص. بص العود انا باخده بفتحه بالنص كده، الطري بسيبه وبحطه، ولو في حاجة ناشفة اهو شايفة العود ده لازم يترمي. اوعي تحطيه في الكبة يكسر لك الكبة بتاعتك، واللي عنده مفرمة بالكهرباء ولا مفرمة يدوية يبقى احسن بكتير، لان الكبة السلاح بتاعها ممكن من العمود ده يتكسر. فخلي بالكوا قوي، بتفتحيها كده ولو فيها العمود الناشف بترميه. وناخد العروش الخضراء دي بقى، دي اللي هتتفرم، هنحط عليها بقى تتبيله وهتبقى تحفه للطماطم المخلله والبتنجان المخلل واي حاجه مخلله عندك، ممكن تحشي بيها كمان الطعميه وحاجات كتيره قوي قوي قوي. بجد هتستفيدي من كل حاجه. يعني في واحد بيقعد في السوق بيفرم الكيلو ب3 جنيه، بس انت هتفرميها وسهل وكل حاجه وحلو وكل حاجه، ما بقولش لا، بس مش هتستفيدي بالتوم البودر اللي انا هعمله ده، ومش هتستفيدي بالخلطه اللي هي التتبيله بتاعه البتنجان والبتاع ده والسمك. ممكن تاخدي منها للسمك، وممكن البتنجان لو خلطه محشي ممكن تاخدي منها معلقه برضو تحطيها، يا على الجمال وعلى الريحه بقى، بتخلي الحاجه طعمها روعه. بص العروش الخضراء في طبق، والفصوص في طبق، والورق في طبق. هعمل كل التوم اللي معايا هعمله. بص الابيض ده اللي طلع من ايه، من قلب التوميه نفسها، والاخضر العروش بقطعه بشيل منه العود الناشف اللي جوه اهو، 3 اطباق معايا. بصي انا حطيته في الميكروويف، انت حطيه في الفرن على اوطى درجه حراره، حطيه في الفرن على اوطى درجه حراره
خشوي خالص كده ومقرمش، بصي في منتهى الجمال. هطحن معاكم الاول الفصوص، الفصوص دي دول 2 كيلو توم، دول اللي معايا دول 2 كيلو توم، عملوا معايا كميه بسم الله ما شاء الله، توم باودر وتوم مفروم وخلطه تتبيله السمك والبتنجان والطماطم، حاجه كده روعه روعه روعه. بصي انا ما بحطش للفصوص غير رشه خل، رشه خل ومعلقه ملح صغيره، ما بحطش اكتر من رشه ملح، رشه ملح مش بقول معلقه، رشه ملح او معلقه صغنطوطه، وعليها رشه خل. رشه الخل دي بتخلي معاكي التوم رشه كده، شفت انا حطيت ايه، انا اهي ومعلقه ملح صغيره، بيخلي التوم معاكي ابيض شاهي ويقعد من السنه للسنه بالبياض ده والجمال ده، بالبياض ده والجمال ده لاخر كيس معاكي ما شاء الله. بس اهم حاجه ما تطلعيش التوم وتركنيه بره عشان غلط، تاخدي منه حته وتشيليه على طول في الفريزر وهو متجمد، ما تحاوليش تفكيه وبعدين تجمديه وبعدين تفكيه وبعدين تجمديه، مش هيبقى حلو معاكي. خليكي ايه ان انت تاخدي منه، تخليه رقيق عشان تاخدي منه الحته اللي انت عايزاها وهو متجمد كده وترجعيه تاني مثلا. ودي الخلطه بقى بعملها اللي هي بتاعه تتبيله السمك والطماطم والبتنجان، اي حاجه عايزه تخلي ليها وتحطي لها منه، بحط معاه فلفل حامي زي ما انت شايفه، تلات قرون فلفل حامي، وعندي هريسه الشطه اللي انا مخزناها في الثلاجه، باخد من هريسه الشطه دي معلقتين كبار كده، معلقتين هريسه الشطه على الفلفل الحامي على القروش بتاعه بتاع ده التوم. بصي الجمال والحلاوه، بصي احط لها طبعا شويه خل وشويه ليمون. طبعا انا الكبه بتاعتي مش فرماها حلو قوي، انت لو عندك كبه حلوه جديده ممكن ايه تفرمهولك ناعم خالص، الكبه بتاعتي مش بتفرم الحاجه دي قديمه قوي فما بتفرمش الحاجه قوي، وانا صلحتها قبل كده فمن ساعه ما اتصلحت ما بتفرمش زي الاول، بس هي كانت الاول بتفرم الحاجه ناعمه خالص. معلقه كمون ومعلقه ملح، معلقه كمون ومعلقه ملح ومعلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون ومعلقه ملح ومعلقه كزبره ناشفه، وبحط عليهم شويه خل وعصره ليمونه. دي تاخدي التتبيله، بصي ليمونه كبيره حلوه كده او ليمونتين صغيرين، بتحطيهم على الخلطه اللي هي بتاعه البتنجان البتنجان والسمك والطماطم المخلله. يا لهوي على الجمال، حاجه كده من الاخر. بصي الخلطه دي حطيت لها خل وحطيت لها ليمون وملح وكمون وكزبره، ملح وكمون وكزبره، واحنا حطينا طبعا الفلفل الحامي هنستغنى عن الشطه. بعبيهم في كيس، تيجي تعملي بتنجان مخلل تبقى عندك جاهزه، يا دوبك تاخدي الكبه بتاعتك هتنعمه عن كده. ده خشن شويه ما تزعليش مني، عشان كبتي انا من ساعه ما اتصلحت ما عادتش بتفرم الحاجه قوي، بالذات الحاجات اللي فيها دي فيها انسجه، تحس النسيج بتاعها مش زي الفصوص بتاعه التوم، مخليه فصوص التوم عجينه بيضه كده قشطه. بصي هنعبيهم في الكيس، وقت بقى ده انت عارفه ممكن تاخدي منهم بقى لو نعمه كمان، حطي منهم على الفول المدمس في رمضان حبه صغننين كده وذوقي الطعم، حطي بقى مع سلطه الطحينه كده منها معلقه كده واضربيها بالكبه او بالهاند بلندر، حاجه كده من الاخر. هتعجبكم قوي الخلطه دي وهتنبسطوا منها قوي، وطبعا دول 2 كيلو فمطلعين يا دوبك كيسين، انت لو عملتي بقى 5 كيلو ولا 10 كيلو هيطلع معاكي كميه كبيره جدا 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 من التوم ومن الخلطه دي ومن التوم البودر. توم البودر اقسم بالله قاعد معايا من السنه اللي فاتت للسنه دي، انا طول السنه ما اشتريتش توم بودر، بس طبعا انا كمياتي كنت بعمل 10 كيلو فبيطلع معايا كميه كبيره، دول 2 كيلو طلعوا والله معايا. انا لما بجيب التوم البودر ما بشملوش ريحه، ساعات والله افضل اشم ريحه البصل من التوم عشان اعرفه، ما بعرفش التوم من البصل لما بجيبه من عند العطار، لكن التوم بتاعنا البودر ده حاجه تحفه ريحتها، شميها هتنبسطي قوي وهيعجبك ان شاء الله. بصي المفروم بقى
هرسه خالص يعني، يا دوبك كده لما بيجي يتحمر بقى بيتبان، بقى بيبان لما بيجي يتحمر في السمنه او الزيت كده بيبان، لكن كده بيبان ان هو عجينه ابيض شاهق. شايفه ابيض شاهق ازاي؟ ابيض ابيض شاهق، ما شاء الله على الجمال. بألف هنا وشفا. متنسونيش بقى لايكات واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. لايك كبير منكم يا حلوين حبايب قلبي. بصي انا بطبق الكيس ازاي، بلفه عشان ريحة التوم ما تطلعش مني، وبرضو بعد كده بحطهم في كيس تاني واربطه، عشان واللي اللي مش عايز ريحة للتوم، لو عندك مكعب فحم صغير حطي جوه الكيس مكعب صغير بتاع فحم، لو عندك الفحم الاقراص حطي قرص في الكيس. طبعا وانت الكيس ده الاكياس كلها مقفوله، الفحم مش هيضر في حاجه، هو هيسحب بس الريحه، هيسحب لك الريحه بتاعه الثوم من الكيس، يعني ما تطلعش بره الفريزر وتوصل. لو انت حاطه مفرزه فاكهه مفرزه حاجه تاني ما يروحش الريحه ليه. تقفلي الاكياس كويس، تقفليها كويس، وبعدين حطي واحده فحم جوه الشنطه اللي هتحطي فيها الثوم كله. شايفه بتبططيه رقيق كده عشان لما تيجي تكسري حته حته، وممكن بمسطره ولا حاجه تعمليه مربعات، بس انا ما بعملوش مربعات ولا حاجه، انا بكسر منه حته واخدها اعملها في ساعتها وهو ناشف، لازم ارجعه الفريزر ما اسيبوش بره. دول 2 كيلو توم، عملولي كيسين كبار توم مفروم ابيض، وخلطة اللي بعمل بيها تتبيلة السمك والحاجات دي عملت معايا كيسين، وعملت وعملت ورق التوم البودر اهو بعمله معاكم بقى. التوم البودر بقى بصي بعد ما حطيته، انا حطيته في الميكروويف، فطالع بقى ايه بتاخديه 3 مرات دقيقة دقيقة دقيقة، كل دقيقة لوحدها تقلبيه، بيطرى معاكي في الاول، وبأول مرة بيطرى معاكي، تاني مرة بتلاقيه بدأ ينشف وطلع الميه اللي فيه، وبعد كده تالت مره بتلاقيه نشف وريحته تحفه. بصي بيعمل صوت كده بصوت قرمشه وهو وانا بعمله، بروح ماسكاه بايدي كده فرقاه كده واضربه في الكب في كبه الخلاط، بعمله في بتاعه الخلاط المطحنه مرتين ثلاثه، وبنقله بمصفى كده عشان انا بحبه يبقى ناعم قوي. والخشن مش هرميه، الخشن برضه بستعمله، بعمل بتاع دوت محشي احط منه شويه، هو بيبقى يعني فيه خشن شويه، انا بفضل وراه احط عليه شويه وافرم واضربه، احط عليه حبه لغايه ما يخلص خالص ويبقى ناعم خالص، بمسكه بالمصفى اصفيه، واللي يفضلوا بيفضل ممكن احطهم في محشي، ممكن احطهم في اي حاجه، كفته اي حاجه انت بتستعمليها برضو مش هيترمي. بس بصي بقى بودره ناعم ازاي، بنخله بعد كده كمان، يعني بفضل احط عليه لغايه ما يخلص وانخله، اهم حاجه انخله عشان احب التوم البودر ناعم قوي زي بتاع المحل، بس ريحه بقى تختلف خالص. ده هتعمليه وهتجربيه، هو ده الحلو ان انت بتعملي في البيت التوم تفرميه عشان تاخدي بقى التوم البودر منه، تاخدي خلطه تتبيله السمك والطماطم والبتنجان منه، بتستفادي من حاجات كتيره، لكن ما بتفرميه بره عند الراجل مش بتستفادي بالحاجات دي كلها، بتاخدي توم مفروم بس. عرفتي الفايده في ايه؟ حاجه كده بصراحه. بصي شوفي ناعم ازاي، بنزل الناعم كله، والخشن ممكن تضربيه تاني يا اما تستعمليه وهو خشن كده، مش بيبقى خشن قوي، خشن بسيط. لو عندك كبه حلوه هتفرم لك الحاجه وهتطحنها لك زي الفل. طبعا انتوا عارفين ايه الادوات بتاعتي انا. بصي ناعم ازاي، جميل جميل، بصي في منتهى الجمال، من حبه ورق من 2 كيلو بصي مطلعين لي قد ايه. لو عملتي 5 كيلو بقى شوفي هيطلع لك، والله في عندي من السنه اللي فاتت، من السنه اللي فاتت ولسه موجود، بس السنه دي كمان لما حطيته في الميكروويف طالع يعني تحفه تحفه تحفه. بألف هنا والشفا، وما تنسونيش بقى في اللايكات، وان شاء الله يعجبكم طريقتي وتجربوها وتكتبوا لي في التعليقات ان عجبتكم ان شاء الله. بصي حاجه كده جميله جميله جميله، 2 كيلو هيهيصوكي، واللي عايز بقى يعمل 5 10 براحته، دول من 2 كيلو ما شاء الله كميه كبيره. ومع السلامه.